السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إخواني أخواتي في موضوع مهم جدا، كيف تعذب هذا الشيطان الذي يجعل من جسدك كتلة من المرض والآلام والأوجاع؟ تابعنا حتى الأخير. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسرار الشفاء. موضوعنا اليوم موضوع مهم جدا، كيف تعذب هذا الشيطان الذي يدخل بسحر التمريض والمرض؟ كيف تعذبه بإذن الله كما عذبك؟ كيف تمرضه في روحه الخبيثة كما مرضك؟ كيف تعذبه حتى يسكن أو يخرج ذليلا صغيرا بإذن الله تعالى؟ لذلك سوف أعلمكم هذه الآية المباركة وهي الموجودة في سورة صاد. سوف تقرأ سورة صاد بإذن الله تبارك وتعالى حتى تصل إلى الآية 36، والآية الموجودة في 36 إلى الآية الموجودة في 42، يعني سوف تقرأها بإذن الله تبارك وتعالى. الآية رقم 36 تبدأ: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، إلى آخر هذه الآيات. الآية 42: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. عندما بإذن الله تقرأ سورة صاد حتى الآية 36 إلى 42، سوف تكرر الآية 36 إلى 42، سوف تكررهم بإذن الله، هذه الآيات سوف تكرر بإذن الله تبارك وتعالى 99 مرة بإذن الله تبارك وتعالى، ليتعذب هذا الشيطان اللعين، هذا الشيطان الذي دخل بسحر المرض سوف يتعذب عذابا شديدا. تقرأ سورة، سأعيد مرة أخرى، تقرأ سورة صاد من أولها صاد والقرآن ذي الذكر حتى تصل إلى الآية 36 فسخرنا له الريح. عندما تصل إلى الآية 36 سوف تكررها هي والآيات الموجودة من 36 إلى 42 حتى تصل إلى آخر الآية، وهي أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، سوف تكررها بإذن الله تبارك وتعالى 99 مرة ليتعذب هذا الشيطان اللعين أو هذا المارد أو هذه الجنية العاشقة التي تمرض جسدك. افعل هذه الطريقة بإذن الله تبارك وتعالى يوميا بعد كل صلاة إن استطعت، عندك وقت، 5 مرات في اليوم، 3 مرات، 4 مرات، سوف تعذب هذا الشيطان رغما عنه بإذن الله تبارك وتعالى، وبعد كل برنامج سوف تشعر بتحسن لأنك أهلكته كما مرضك. أقول قولي هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.